الإعدادات النهائية. فتحت البوابات لسادس أشواط الحفل الثالث عشر، شاركت سبعة جياد من الخيل العربية الأصيلة فرس وحيدة في هذا الشوط في مواجهة ستة من الحصن. بغداد جودة ابن علم لوتس يبدأ السباق مع علي الميموني في متابعة من صادع الخالدية ابن حاتم الخالدية بشعار اسطبلات الخالدية، فيما نشاهد أيضا طير حسن ابن نمر الخالدية مع خالد الشرار في ثالث المراكز خلف المتصدرين، وكذلك رضوي الخالدية ابنة حاتم الخالدية مع محمد الحبيب تأتي في ثالث المراكز أو المركز الرابع من الخارج، تحاول التقدم في هذه الأثناء. هنا نشاهد لا زال بغداد جودة بشعار عبد الله الرشيد ابن علم لوتس مع علي الميمون المنطلق من البوابة الأولى. الخالدية تأتي في هذا الشوط هنا في المركز الثاني، ينتزع المركز الأول لصادع الخالدية المطارد منذ بداية السباق، هذا هو ابن حاتم الخالدية بقيادة عبد الله العوفي، فيما محمد الحبيب يستحث الفرس الوحيدة في هذا الشوط. وشاهد استحثاثات محمد بكل قوة لرضوى الخالدية للتقدم في هذه الأثناء، وهنا أيضا حضور قوي من حيدر ابن رباح ديكارير بقيادة حمزة سعد بشعار اسطبل عالية نجد، وهنا صادع الخالدية متمركز في المركز الأول يبدأ، هل سينطلق الآن؟ هنا نشاهد صادع الخالدية في ثاني حضور له في السباقات وثاني حضور له هذا الموسم، يبدأ إلى المركز الأول يوسع الفارق، وهنا عبد الله العوفي يقوده بكل براعة في هذا الشوط، يطلب منه الانطلاق أكثر وأكثر. ها هو صادع يوسع الفارق، يبتعد يبتعد يبتعد، إذا صادع الخالدية في حضوره الثاني يضيف الفوز الأول في سجله السباقي ويظفر بسادس أشواط الحفل الثالث عشر. هذا هو صادع الخالدية الحصان الأزرق البالغ من العمر 4 سنوات ابن حاتم الخالدية.